قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إنه قد يلجأ إلى خفض الفائدة حال عدم وصول معدل التضخم إلى المستهدف، مضيفا أن مجلس البنك لديه المرونة لتحقيق أهدافه خلال العام الجاري. وأكد دراجي أن خفض أسعار الفائدة وشراء المزيد من الأصول من أهم الأدوات التي تأخذ مساحة كبيرة من المناقشات، مشيرا إلى أن البنك قد يتخذ عدة قرارات جديدة خلال الأسبوع المقبل. وردا على تصريحات دراجي، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفاض اليورو مقابل الدولار بسبب السياسات التي يتبعها المركزي الأوروبي مؤخرا، وقال ترامب إن خفض الفائدة في أوروبا أمر غير عادل في المنافسة الاقتصادية ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الصين تبنت السياسات ذاتها منذ عدة سنوات.